شوتاكو لو بلو غران فيستيفال ديال المانغا والثقافة اليابانية. الكوسبلاي سي ان ار فيه تنكريو الكاركتير ديال جو فيديو ولا انيم ولا افلام سيري. بالنسبة للكوستيم تيتصايب بليزيوغ باتيغ، مثلا الفوم هو هاد البارتي اللي تتسوليدي فيه سميتو لي كوستيم ديالنا. وبالنسبة لي ماتيغ الاخرين بحال التوب بحال الفوغيور، بليزيوغ ماتيغ تنخدمو بهم. Shotako, c'est organisé par l'association Maroc Event Art and Culture en 2014. La première édition de Shotako est en 2015. C'est un festival qui est fait dans le monde, soit à Rabat, Gaza. Il y a une tournée nationale qui est déjà faite dans Marrakech, Tanja, Fès. Et maintenant, je vais le faire. Le festival qui confie beaucoup d'activités, le Moroccan Cosplay Cup fait deux catégories. La catégorie solo, اللي كيربحوا فيها خمسة ديال لي بارتيسيبون، وكاينه كاتيغوري تيم حتى هي كيربحوا فيها خمسة ديال لي بارتيسيبون. يكون كونكور ديسان، كيكونوا معنا دي بارتنير اللي كيتكلفوا بهاد لي زاكتيفيتي هادو. كتكون عاوتاني عندنا اون فاز ديال كولتور جابونيز فيها الجيمين يوكاتا لي زابي تراديسيونيل، وكل ما هو متعلق بالملخص ديال ليفينمون. سي ان ايفينمون ديال مانغا انيم كولتور جابونيز.